أنا الآن قابلت عمو وائل الدحدوح أبو حمزة، شو رسالتك عمو وائل؟ الله، رسالتي لمين؟ إلك ولا لكل الناس؟ لكل الناس. لكل الناس. أول شيء رسالتنا لكل الناس إنه إحنا بنمر في زمن صعب جدا وفترة عصيبة ولحظات تاريخية وحاسمة، وهذه لحظات شعبنا بدفع فيها ثمن باهظ وكبير ومؤلم، وفي شهداء وفي دمار وفي أشلاء وفي كل هذا، لكن في نفس الوقت إن شاء الله يعني شعبنا شعب ثابت وشعب صابر، وشعب إن شاء الله راح يطلع من المحنة. طالما في حدا زيك زي هيك بيبتسم، فإحنا إن شاء الله راح نطلع من المحنة بكل جدارة واستحقاق إن شاء الله. وإحنا دائما يعني بنرمي حمولنا على رب العالمين وبنعتمد عليه، وإن شاء الله مش راح يخذلنا ولا راح يتركنا إن شاء الله. شكرا.